اسمي صبح السموني، عمري 60 سنة. المنطقة هذه اسمها منطقة السموني اللي صار فيها الحرب. عند أولادي 12 ولد، وهالوقت بيجي 36 نفر في دار واحدة. أنا اسمي خالد موسى الزوارعة، عمري 56 سنة. أنا ساكن في البيت هذا فوق 25 سنة، أنا وولادي وبناتي في البيت، أنا وولادي متجوزين. الدار بعيدة عن الحدود كيلو. أنا اسمي عطرة ملاح ياسين اللحام، وساكنة في مواسي خان يونس في بيت لحالي، وعمري 66 سنة، وعندي 5 أولاد، وجوزي متوفي من 5 سنين. أنا ساكنة في البيت لحالي، وبقعد من النوم بعمل لي كوباية شاي، بأكل لي خبزة، والحمد لله من فضل الله يعني مستورة والله الحمد لله. أنا بصحى من النوم الصبح بدري، بأكل لقمة، لقمة من شوية زعتر، وبطلق الغنمات وغنمات جيراننا معاي وبسرح فيهم. الظهر بروحهم بسقيهم مي، بقيل باكل لقمة الظهر، بعود العصر اصح فيهم. وهذا شغلتنا، عشان الواحد كبر في السن لقيت يعني وين تلقي، هاي شغلتنا. الغنمات هذول عايش بوراهم يعني في السنة، ببيع لي خروف خروفين، مسكرات لهم طاقة يعني في الدار. يعني كنا زمان واحنا جاهلين نربي طيور، أربي طيور، أساعد مع الطنيات، أكسيهم، أجيب لهم حاجة، أجيب أكل. هالحين كبرنا في السن ما فيش زي أول. أنا بالنسبة إلي شغال في الزراعة حوالي 51 سنة. طبعاً قبل الحصار كنا عايشين عيشة طبعاً هنية وعيشة كويسة، كانت الحاجة يعني كويسة كتير كتير. يعني العامل بقى ياخد هان عنا 60-70 شيكل، العامل 60-70 شيكل يبقى مبسوط. احنا بقينا نطلع انتاج، الانتاج تبعنا كان كله يتصدر، وكان مجال للخضرة تطلع برا في الدول العربية، ومرة على ما أعتقد كمان في الدول الأجنبية، وفي إسرائيل كانت تأخذ منا، إسرائيل كانت تأخذ منا بندورة. ولكن بعد الحصار في 2007 طبعا خربت كل حاجاتنا. الحين فيش دخل، فيش شغل، فيش واقف الدنيا خالص على الشباب وعلى الناس، وأنا مش ملاقي حدا يعني يجيب لي، ولا أولادي قدوبهم حالهم مش ملاقين يأكل، ولا ملاقين غير الستر من الله، والحمد لله مستورة. أنا طول عمري بشتغل في الأرض زراعية. لما خشوا الاحتلال جرفوا الأرض كلها، بعدها من 2000 إلى 2014 بطلنا نزرع. يعني فيش أرض نزرعها، كان أرض كثير مع المزرعة فيها ونفلح فيها، وعايشين من وراها، عايشين يعني حوالي 10 أنفار. طبعاً هذا الوضع ظلوا عنا سيء لحد ما اجت المؤسسة كبار السن. والله من قيمة 5 شهور قالوا في تسجيل في الجمعية لمؤسسة كبار السن، ورحت سجلت، وبعد شوية يعني اجوني الباحث على الدار وشاف وضعي وشاف وضع البيت. لما سجلت قال هذا مساعدة، يعني مساعدات، سلة غذائية، سلة خضرة يعني. من هنا انطلقت فكرة هذا المشروع تحت برنامج تعزيز الأمن الغذائي، فنفذت المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن هذا البرنامج تحت اسم تعزيز الأمن الغذائي للفئات المهمشة من كبار السن من النساء والرجال في قطاع غزة. بدأت خطة تنفيذ المشروع من خلال إرسال الفرق الميدانية
بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي والتي استهدفت مناطق 10 في قطاع غزة. نتائج عملية المسح الميداني استخلصت أكثر 1000 مسن بحاجة لهذا التدخل من قبل المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن. طبعاً هذول الجماعة إجوا قيمونا كل حاجة هان وإجوا قالوا لي ازرع على أساس الإنتاج اللي بيطلع من عندي. طبعاً هم كانوا يسوقوا ياخذوه مني زي السوق أحسن من السوق دفعونا الجماعة. المشروع لم يستهدف فقط كبار السن من خلال توزيع سلة الخضار، إنما أيضاً استهدف كبار السن المزارعين من خلال توريد الخضار اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع وشرائها بسعر تفضيلي عن سعر السوق المحلي يصل إلى نسبة 50%. طبعاً يعني كانوا الجماعة برضو يجونا ويتابعوا معانا الحب ويتابعوا معانا إيش يوصفونا إيش نسوي وإيش نعمل للشتل. طبعاً هذا اللي انتوا شايفينه كله هيتو يعني هذول جماعة برضو تعبوا معانا الحمد لله، بيقولونا سوي هيك أعطي الحبة هيك أعطي السماد العضوي. بعد هيك بتوجه المهندس المشرف بسيارة النقل للمزارع، بيحمل الخضار بسيارة ومن ثم بتوجه إلى محطة التعبع والفرز. هناك بتم تعبة الخضار وفرزها للسلات الخاصة بالمستفيدين. كل سلة تتضمن على 13 كيلو من الخضار المختلفة. والله كل أسبوع كل يوم ثلاثة بأروح بأسلمها وبأجيبها وبأعملها اللي في النصيب وبأكل وبأعطي يعني الأولاد اللي ما عندهمش يعني بياخد له حاجة، بياخد له حبة بندورة، بياخد له حبة بطاطا. هلأ الله بقسمه. يا شيخ هذا كويس يعني ان هذا الواحد حتى لما يكون بيرتاح نفسيا يعني لما كل اسبوع يستلم له سله زي هذه بيرتاح جدا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل طالب. الله يحييك يا حاج. السله الغذائيه هذه فيها من جميع الخضار، فيها بطاطا وفيها بندوره وفيها خيار وفيها كسايه وفيها بصل وفيها ملفوف. هذا خضره هذا كويسه لكبار السن يعني بتساعد يعني كبار السن منيحه. هذه الخضره يعني الحمد لله يعني متنوعه والكبير في السن بده يعني حاجه اللي تريحه والحمد لله مرتاحين عليها يعني. ولضمان تنفيذ أنشطة المشروع بشكل صحيح وصائب، قامت المؤسسة الدولية لرعاية كبار السن بعقد العديد من ورشات العمل، كان أبرزها عمل تقييم نصفي للمشروع استهدف الجمعيات القاعدية وهي كانت بمثابة نقاط التوزيع، استهدف أعضاء اللجان المحلية في مناطق المشروع، استهدف المسنين المستفيدين، واستهدف أيضا المزارعين لأخذ آرائهم بعين الاعتبار في تنفيذ ما تبقى من أنشطة المشروع، أيضا لأخذها بعين الاعتبار في برامج المؤسسة المستقبلية. كل الشكر والتقدير لوزارة الخارجية الألمانية والمؤسسة الدولية لرعاية كبار السن ألمانيا على دعمهم السخي لتنفيذ أنشطة هذا المشروع.
يعني بتمنى يعني من الله منهم انهم يعني يضيفوا لنا حاجه مع الخضره هذه، يعني نوعونا يعني حاجات ثانيه، يعني معلبات لحوم حاجه يعني بيض. بتمنى كمان اكون نفس الواحد مرتاحه، لو كنت نفس الواحد مرتاحه كويسه. وبعدين بتمنى كمان حاجات ثانيه، بتمنى شكله السله الغذائيه هذه يجيبوا يعني شكله فيها لحمة، شكله فيها دجاجة. هذا المشروع رد فينا الروح، يعني أعلى الروح المعنوية تبعتنا كتير، لأنه إحنا كنا قاعدين زمان وهالوقت يعني المشروع هذا زي شتلة عطشانة، زي شتلة عطشانة وبتيجي بتسقيها، يعني بدل ما نضلنا قاعدين هالوقت بنحرك جسمنا ككبار سن، بنحرك الجسم، منيجي بنلفق، بناخد مصاري برضو كمان، يعني أول يعني ككبار سن من فيش حدا يعطينا، الوقت صار عندنا داخل، الداخل هذا طبعا من هذا المشروع احنا انبسطنا كتير كتير كتير، ودخلنا تحسن وأكلنا تحسن وشربنا تحسن.